أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا أنا آسف كثير على التأخير هذا اللي حصل، وما بيدي هو أنا السبب، ولكن خارج عن نطاق السيطرة مثل ما بقولوا. بالبداية خلونا نرحب بضيفنا اليوم الأخ حكمت. أخي حكمت، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك أخي جان، وسلم على جميع المشاهدات والمشاهدين في شبكتنا. اهلا وسهلا فيك حكمت. انا عم بس اضبط جينا على المستعجل شباب، اسفين على التاخير يعني اصدقائي، او جينا على المستعجل فعم بضبط القعده يعني اسفين كثير. على كل، مثل ما بتعرفوا اصدقائي، اليوم حلقتنا هي عن ايات ارهابيه. راح نكمل مسيرتنا مع الايات الارهابيه مع اخونا مفسر القران ابو الحكم. ابو الحكم، وين وصلنا في ايات ارهابيه؟ تفضل حبيبي. طبعا اليوم راح يعني حسب الوقت راح ابدي بسوره الانفال 65، واللي تقول: يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. طبعا هنا بوضوح يحرض المسلمين على القتال، يعني محمد نقدر نقول هو اللي نسوي شيء، مو إله هو مرضه وخيالاته. ولهذا قال الله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم أو مرهم عليه. ولهذا كان محمد يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعدتهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: عرضها السماوات والأرض. فقال محمد: نعم. فقال: بخن بخن. فقال: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. طبعا وضع له بجنة يعني، وش يخسر؟ سألوا أنا موجود هناك، قلت له شيء، يقول لي لك الجنة. أقول له: أنا أموت عليك يا رسول الله، اللي الجنة. يقول لي: روح أبا الحكم، أنت بالجنة، فإنك من أهلها. فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم ألقى واحد يحارب ويأكل، أول مرة أشوف هاي. فجعل يأكل منهن ثم ألقى بقية. في أصدقاء، بس آسف للمقاطعة، في أصدقاء عم بيقولوا ما في بث، يعني أنا فتحت البث المباشر وأصدقائي أنا شايف في بث، إذا ما في بث كمان لسه يا ريت تخبرونا يعني، إذا بس أظن في بث، يعني أنا شايف اليوتيوب قدامي وما في مشكلة فيه. طب يعني أحد الأصدقاء جان، وأنا شفته كان قاعد على السكايب، إذا شايفنا خلي يعطينا علامة، يبعث رسالة لك. الشات بمشي الحال يعني، على الشات إذا تحطونا علامة على الشات أظن لازم يكون في بث، يعني أنا شفت عم بيقول كل شيء تمام. مثال ماشي، يلا شو تفضل بالحكم. أوكي، وصلنا إلى يقول: كان بيده تمر وذبة، ثم ألقى بقيتهن من يدي وقال: لئن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة. مشتي الموت هذا. ثم تقدم فقاتل حتى قتل. وقد روى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب وكمل به 40. وفي هذا نظر، لأن هذه الآية مدنية، وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة، والله أعلم. ثم قال الله: مبشرين المؤمنين وآمرا أن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا
كل واحد بعشرة، ثم نسخ هذا الأمر وبقي سنشرحها وبقيت البشارة. قال عبد الله بن المبارك حدثنا جرير بن حازم حدثني الزبير بن الحريث عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابرين يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حتى فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من 10، ثم جاء التخفيف. طبعا هنا نشوف المهزلة الإلهية أنه يعني الإله فجأة يعني يفرض آية أنه كل واحد يغلب 10، وشاف أنه يعني ماكو فايدة، يعني يمكن نفعت مرة أو ما نفعت. هي طبعا أنا ما صدق نفعت أنه واحد يقدر مقابل 10، كذا كبير ماكو أصلا إنسان يقدر يقاوم خصوصا بالسيف مو بالأسلحة الذكية. يعني ف على اساس شاف انه ما يعني ماكو فايده وما انا كرر كلمه ماكو، اعتقد الاكثريه فاهميه بس ماكو يعني ما في باللهجه ماكو لا يوجد، لا يوجد إيه لا يوجد ما في يعني إيه طبعا ماكو لا يوجد، او حاول تقول ما في يعني ضروري ماكو ضروري تطلع عراقي يعني. طبعا جماعتي يزعلون علي العراقي لا لا يعني مرات تطلع غصبا عني، احاول مرات اقول لهجات اخرى بس لما اقول افهموا، اذا قلت يعني سهوا افهموا انه يعني كلمه ماكو يعني ما في او لا يوجد. اذا طلع سهوا افهموها انه ماكو تركيز زين خلي اللي شرحناه انه محمد او اله محمد كان يعتقد انه الواحد ممكن يغلبون 10، لكنه كان طلع غلطان، طلع ولد عيل مثل ما يقول، وشاف انه ما في فايده يعني، ام جاب انه الواحد مقابل 2 يعني. يعني هذا صراحة هاي الآيات المنسوخة يعني أشوفها مضحكة كبيرة على المسلمين. هي اللي يقرأ آيات النسخ يعرف أنه هذا مو إله حقيقي، هذا تصرف بشري يتصرف على أساس الأوقات اللي يمر بها أو يعني أو الظروف اللي يمر بها، شاف نفسه ما يقدر غير رأيه. بعدين في اكو مكانات اخرى يقول الان عرف الله انكم يعني في ان فيكم ضعفا، فيعني الله ما شان يدري، هسه عرف انه بهم ضعف فخفف عليهم. هو ما كنت اجيب الايتين وخلص، لا اجيب هاي ولا اجيب هاي، مثل ما يقول بتحط نفسك في مواقف بيخه بس عايش. فيعني محمد وإله ضحكين على الناس وحاطين آيات مثل ما يقول يحط الآية وهو مو قدها يعني. ننتقل إلى سورة محمد الآية 4. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق، فأما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. طبعا هي إذا نقول اي شيء نقولكم يا يمكن نشرحها غلط، فضرب الرقاب يعني آية واضحة جدا، كلام واضح جدا يقول لك اذا شفت الكافر بالمعركة اضرب رقبته. يعني شنو اضرب رقبته؟ بكلينكس مثلا يعني طير رقبته. نشوف شرح بقية الآية. يقول الله مرشدا للمؤمنين الى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي إذا واجهتمهم فاحصدوهم حصدا،
يعني كأنه يحصد شعير يعني، واحصدوهم حظا بالسيوف حتى إذا أدخنتموهم أي أهلكتموهم قتلا فشدوا الوثاق الأسارى الذين تأسرهم تأسرونهم، ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم. يعني هاي جمعية حقوق الإنسان خلي يقولون هاي الآيات، يعني مخيرون في أمرهم، إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا، وإن شئتم فأديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشاطرونهم عليه. والظاهر إن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، فإن الله عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقليل من القتل يومئذ، فقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يعني هنا شوف يعني شوف هذا الإلهي طلع يعني إجرامي أكثر من مسلمين نفس أكثر من محمد، طبعا هي خيالات محمد. يقول له إذا أخي أو الحكم بالضبط يعني، نعم. يعني هي ردا على جماعة اللي شايفين فيلم الرسالة ومفكرين الإسلام من فيلم الرسالة، يعني هي أكبر دليل إنه فيلم الرسالة هو بس اخدينهم المعارض، يعني يضحكون على الناس من التقية والكذب الموجود بالإسلام. يعني فمسألة إنه كان إنه في أسرى قال لهم تعوا علموا المسلمين القراءة وبنترككم، ولا لا تقطعوا شجرة، ولا ما بعرف تأذوا شيخا ولا تأذوا بطيخا، كل هذا كله كذب بكذب، كان سفاح أي أسير يقع في إيده يقتله. تفضل. راح أوضح لك فتح مكة شنو الظروف اللي مرت فيها. فتح مكة أولا دخلها بدون قتال أصلا، يعني هو بس أكو في جماعة يعني قاوموا شوية ومسكوهم وقتلوهم، وحتى قال إذا تعلقوا بأستار الكعبة تقتلوهم. يعني فعلا في أشخاص تعلقوا بأسار الكعبة ولكنهم قتلوهم. أما مسألة أنه ما قتلوهم، أولا قلت أنه دخلوا تقريبا بدون حرب لأن عددهم كان أضخم من أهل قريش، لأن جمع بالمدينة من الطوائف كثيرة أشهرهم الأوس والخزرج، لمهم وهجم عليهم. وبعدين ذولا يختلفون عن الباقي، ليش؟ لأنهم كانوا كل من أقاربه، حتى اللي كانوا وياهم حاربين يكون إلى أخ عم خال أب، كل واحد كان عنده هيك أقارب. فمحمد يعني وحتى عشيرته وأهله لمحمد ما راد يقتلهم، قال لهم يعني أطلق صراحة ماذا تظنون أني فاعل بكم، قال يعني شو صراحة يصير بكم، قال خلاص أنتوا انعفيتوا. هي هاي الحادثة الوحيدة اللي أطلق فيها الأسرة، وما أطلقهم يجي هم يعني أطلقهم بمقابل تعلم وما أعرف شنو وفلوس، عرضة وفلوس، يعني هاي الحادثة الوحيدة اللي ما سوى، بس بقية الحروب كلها بدون رحمة كان يقتل، او على الاقل كان ياخذ منهم فلوس، يعني مثل هذا تدفع له كتلك يعني الاسير، يعني هيك كان يعني الـ يعني هل حابين نوضحها انه هي حادثه وحيده صارت وعرفنا السبب، سبب القرابه التمثيل، ولانه دخل بدون حرب. يعني هنا يقول الله يعاتب بالآية اللي هسه قريتها، يقول الله يعاتب انه المؤمنين المسلمين انتوا ليش جاي تكثرون من الأسرى، تريدون انتوا تاخذون فلوسهم، تريدون عرض الحياة الدنيا تريدون منهم فلوس، لا تسوون شيء تنتظرون الفداء يعني حتى يفدون بفلوس، لا اقتلوهم، يعني انت الله يعاتبهم، يعني بدل ما يقول لهم لا تقتلوا الأسرى يقول لهم اقتلوا الأسرى. يعني هذا هو الإله الرحيم الجميل إله الإسلام، يا أيها المسلمين
يطالبكم انه ما تخلون الاسير، تقضون عليه تقتلوه يعني، او في حالات كان يتبادلون اسرى باسرى. بس هنا الايه واضحه انه تقول لهم لا انتوا ليش تاسرون، اقتلوهم راسا يعني حتى يدخل تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. يعني لانه الله كتب الكتاب بعد ما يقدر يمسحه، ماكم الساحه يعني، فكان الله عذبكم يعني، بس يلا ما خافوا راح نمشيه لكم يعني. ثم قد ادعى بعض العلماء ان هذه الايه مخيره بين مفادات الاسير والمن عليه منسوخة بقول الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. رواه العوفي عن ابن عباس ما قاله قتادة وما قاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريح، وقال الآخرون هم الأكثرون ليست منسوخة. ثم قال بعضهم إنما الإمام مخير بين المن على الأسير مفاداته فقط ولا يجوز له قتله، وقال آخرون منهم بل له أن يقتله. طبعا هي حتى يشرح هذا المجرم مجرمين يقول إيه كيف تقتله ما تقتله يعني، حتى يجيب الآيات ويوضح كل شيء يعني، أن يقتله إن شاء لحديث قتل النبي النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر يعني قتلهم. هذا كان أول معركة، معركة بدر مرحم قتلهم يعني. وقال ثمامة بن أثال لمحمد حين قال له ما عندك يا ثمامة، وقال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن كنت تريد المال فاسأل تعطى منه ما شئت. وزاد الشافعي فقال الإمام مخير مخير بين قتله او المن عليه او مفاداته او استرقاقه، يعني حتى يعني تقدر تسترقه ما دام انت سبيته بالحرب يعني. السبي مو بس للنساء، للرجال، الاطفال، الشياب، تجاره، هي مثل تجاره الغنم يعني، انه كلش اشخاص تقدر تسترقهم او يعني بالفلوس او تطلق سراحه او تقتله، كل شيء مسموح. وهذه المسألة محررة في علم الفروع، وقد دللنا على ذلك في كتابنا الأحكام. ولله سبحانه والله الحمد والمنة، وقول الله حتى تضع الحرب أوزارها، قال مجاهد حتى ينزل عيسى بن مريم وكأنه أخذه من قول محمد لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم عن جبير بن نفير قال إن سلمة بن نفيل أخبرهم إنه أتى رسول الله فقال إني سبيت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت لا قتال، فقال له النبي الآن جاء القتال. يعني شوف ذاك يعني يمكن قرأ الآية قال له ربيت السلاح، النبي قال له لا هسه بدأ القتال. يعني محمد يحط جماعته دائما كان على القتال، يعني هسه بدأني يعني خلي أشوف الدم مثل ما يقول يعني. هو عاشق الدم، الرجل عاشق الدماء يعني، حتى 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 بالسكس تبعه يحب يرى الدماء، حتى بالجنس حب يرى الدماء، عاشق الدماء رجل دراكولا. طبعا هو شنو الحرب، شنو هو يسبون النساء يسبون الرجال يسبون الأطفال يعني، يعني يأخذون بالقوة ويبيعون يشترون بهم، بالإضافة إلى كل شيء اللي عندهم، الأشخاص عندهم متاع، غراض، عندهم أملاك، فلوس، حيوانات، كله ياخذون منهم يعني، بيتهم كله يفرغوه مثل ما يقول، ما حد سواها يعني غير
غير المسلمين، انه حتى يعني يفرغون المنطقه مثل ما يقول، ياخذون كعبيد وغراضهم وش اسمه بعد هذا اي اله. سرقه مثل قطاع الطرق لما يعني قطاع الطرق لما بيهجموا على قافله ياخذوا كل شيء يعني اموالهم وكلهم صار ملكهم يعني. فمحمد يعمل نفس الشيء، والدواعش سووا نفس الشيء لما دخلوا على الموصل، شفنا مكتوب حرف النون نصارى ولا ملك، صار ملك للدولة الإسلامية والشعب استرقوا والزيديات استرقوا واستعبدوا يعني. يعني شفناهم من بداية الإسلام وشفناهم هاي بنهاية الإسلام يعني، نفس الشيء نفس المصطلح نفس التعاليم نفس التنفيذ. على الرغم من بشاعة داعش جان، لكنه اكو كان عندهم حدود معينه، فدلمت عندهم كان، لكن محمد كان ياخذ كل شيء يعني، يروح على قريه او مدينه، تخيل نفسك بلندن واهل لندن كلهم يجمع عليهم كلهم ياخذهم كعبيد يعني، مهما يكون عددهم ياخذون غراضهم املاكهم بنوكهم اولادهم كل شيء ياخذوه يعني، ويستعبدوهم من فوقها. هذا اي اله هذا؟ فهموني اي اله اللي يكون بهالاجرام انه يستحقك تاخذ كل شيء يعني. حتى المافيا ما سواه، حتى هتلر ما سواه، ستالين ما سواه، ما حد سواه غير الاسلام هذا الشيء يعني. واذا قبل احد مسوي فما مسوي باسم اله. الفرق هنا بين الاسلام والديانات الاخرى والاقوام الاخرى انه هذا الكلام يجي من بواسطة اله، انه الله قال لي سوي هالشيء، اقتل واغنم وسوي وشرد هذا الاله طلب مني هذا الشيء، انا ما جاي اسوي من كيفي. فشوفوا انتم هذا الاله، هل هكذا اله مناسب لعقولكم، مناسب للبشريه، مناسب للانسانيه؟ اتمنى تفكرون يا اخواني. قال يعني قال انه النبي الان جاء القتال، لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الناس، يزيغ الله قلوب اقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. الا ان عقد دار المؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. وهكذا رواه النسائي من طريقين عن جبير عن نواس بن سمعان قال لما فتح على محمد فتح قالوا يا رسول الله سبيت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب وأوزارها، قالوا لا قتال، قال كذبوا. شوف كذبوا، الآن جاء القتال، يكرر مرة أخرى في رواية أخرى، كذبوا الآن جاء القتال، لا يزال الله يزيغ قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم. يعني شنو؟ جعل رزقي تحت ظل رمحي. هاي الحديث يعني أنا متأكد 100% أنه صح وما بأي اسم، لأنه كل الشواهد أيد هالشيء، وهذا تفسير ابن كثير يأيد كلامنا يعني. يقول فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وعقد دار المسلمين بالشام، وهكذا رواه الحافظ أبو يعلي الموصلي عن من رواة سلمة بن نفيل كما تقدم، وهذا يقوي القول بعدم النسخ، كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى أن لا يبقى حرب. شنو إلى أن لا يبقى حرب؟ يعني أنتم تريدون الكرة الأرضية شو اسمه حطوها جوا يديكم بعدين تقولون ماكو حرب؟ جمال المسيح اللي يصير مسلم ما يخلص من الجزية، لازم يدفع الجزية يعني، حتى لو أسلم يعني. عمرو بن العاص شان وحتى إذا استلموا الكرة الأرضية أخي أبو الحكم، يعني حتى إذا استلموا الكرة الأرضية صدقني الحروب لن تنتهي بيناتهم أصلاً، هنا بينات بعضهم الحروب أكثر ما يحاربوا الناس. بالضبط كلامك صح، لأنه إحنا شفناه بعيننا القاعدة وداعش شلون كان يقتلون بعض، يعني اثنين يقولون يشهدون بالشهادتين ونفس الشيء كانوا يقتلون بعض،
بعدهم اصلا ما مستقرين كانوا، يعني شوف بعدهم ما موجود استقرار بالدين الاسلامي. هيك يسوون العدا صار استقرار، شو يسوي واحد ياكل الله؟ احنا اذا اكلوا الله نار بتاكل حطبهم مثل ما يقولوا. مع انه القاعده وداعش يعني من نفس المذهب السلفي المشدد، فما بالك بينهم وبين الشيعة، ولا بينهم وبين العلوية ولا الدروز ولا كل هالطوائف هي الإسلامية يعني. أو من بداية الوقت اللي مات محمد، من بداية صدر الإسلام مثل ما بقولوا، الحروب ما توقفت بين بعضهم، وأكثر الحروب كانت بين بعضهم يعني. مضبوط، لأنه يعني شوف حتى العلم القاعدة وداعش متشابهين، بس اختلاف انه داعش يكتبون من تحت محمد رسول الله وذولاك من فوق يكتبون. العلم والمسخره والمضحكه انه واحد من القاعده اخذ مكان داعش نصره، يعني قاعده ونصره نفس الشيء. فصعد ونزل العلم نفس العلم، بس الكلام شوي باختلافات، من فوق لجوا شال العلم وحط العلم الاخر، يعني مسخره، هذول ناس مسخره. يعني كلامك مضبوط انه ما راح يتوقفون عن الحروب حتى ياكلون بعضهم، يعني هالشيء صار هواي وقت علي وعثمان وعمر، ويعني المشاكل كلها صارت انه واحد ياكل الله ويقتل الله. يعني ما اعتقد اكو خليفه ما طبيعي يعني، او من الخلفاء كلهم اللي خلفوا الاسلام يعني. زين، يقول محاربين شان انتقم من كرم بعقوبة ونكال من عندي، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم وليبلو أخباركم، كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة في قول الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني مو قشفر يا تدخل الجنة، يعني إن شاء الله حك عليهم. وقال الله في سورة براءة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. شوف يعني المؤمن يشفي صدره لما يقتل، يعني هذا أي دين هذا، إنه أنت لما تقتل الله يشفي لك صدرك. يعني شنو هذا؟ إله سادي، إله ما يشبع من ال، طبعا احنا كل ما نقول إله اعرفوا انه محمد، يعني خيالات محمد اللي يعتقد انه ايش آيات تجي يعني، ويصرف حسب الظروف يعني. يعني يشفي قوم مؤمنين اذا انتم رحتوا ذبحتوا اخرين يعني. يعني هذا غير إله، هذا يكون هيك حاقد، بدل ما يدعو للمحبة يدعو للقتل والقتال ويتشفى باللي يقتلوا مؤمنين. ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين، قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لن يذهبها. أنا باقي لي شوية أقرأ إذا حبيت تفتح السكايب. طيب انا اصدقائي، انا راح افتح السكايب، راح افتحه حالا، والاصدقاء اللي حابين يداخلوا اهلا وسهلا فيهم. وعلى فكره انا اعلن من منبري هذا انه بدانا ببرنامج الاتجاه المشاكس، راح تكون اولى حلقاته يوم السبت الساعه 10 بتوقيت لندن، 11 بتوقيت القاهره. وطبعا ضيوفنا راح يكونوا الاخ طه عبد الحميد من الطرف المسلم، والاخ دانيال عمرو من الطرف الملحد، والمناظره راح تكون حول الاعجاز العلمي عموما بصفه عامه، الاعجاز العلمي بصفه عامه. واتمنى يعني تشجعونا على هالبرنامج هذا. بصراحه نحن من زمان حاولنا انه نعمل هالبرنامج هذا، عملنا له قناه وشيء، ولكن ما كان في الناس مسلمين يعني يتقدموا للمناظرات. ولكن في الفترة الأخيرة شفت إنه في شباب مسلمين متشجعين إنه يسووا مناظرات، وسوينا مناظرتين على برنامج الجهر بالإلحاد. لكن البرنامج الجهر بالإلحاد بصراحة ما يعني إذا بدخل مناظرات كمان، ف
تشعب المسائل ببرنامج الجهر، فقررنا نعمل برنامج الاتجاه المشاكس ولنشوف المشاكسات لو توصلنا، واتمنى يعني تشجعونا وتدعمونا بالبرنامج الجديد. على كل انا فتحت سكايب اصدقائي، بتمنى مداخلاتكم، بتمنى مشاركاتكم، بتمنى الاسئله اذا في عندكم، ونعمل الحلقه هي. انا ما راح نطول كثير فيها اخوي الحكم، يعني لانه في عندي حلقه تانية بعد شوي راح نعملها. تفضل. يعني الوقت حتى يعني قدامنا تقريبا يعني نص ساعة أخرى. أوكي زين، نكمل بقية شرح الآية. بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله طول برزقه، كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي عن قيس الجلامي، رجل كانت له صحبة، قال محمد يعطي الشهيد 6 خصال، عند أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئته. شوف المزايا اللي ينطوه، حتى واحد يحثوه انه يروح يقاتل، ومو مهم ينقتل، المهم تجي الجنة وتجي شغلات الصراحة نشوفها. عنه كل خطيئة، أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر. شوف كل مزايا، يعني مثل هذا اللي يقول لك تعال البنك احنا نعطي فوائد أقل، بالله شلون ضرائب أقل، وإذا تحط عندنا فلوس راح تجيك فوائد أكثر يعني، وإذا اقترضت ضرائب أقل. فكمل الفزع الأكبر من عذاب القبر، ويحلى حلة الإيمان، تفرد به أحمد. حديث آخر قال أحمد أيضا حدثنا الحكم بن نافع قال محمد، إن أنا دائما أقول محمد يعني تعرفون بعد يعني النبي، يعني لأنه يكتب صلعوني ما مرد أقوله بس أقول اسمه يعني. قال محمد إن للشهيد عند الله 6 خصال، أن معدان عن المقدام بن معدي كرب الكندي، قال يغفر له في أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويضع على رأسه تاج الوقار مرصع بالدر والياقوت، ياقوتها منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هاي يشفع 70، راح يحث هواي ناس يقول لك يلا خلي، وإذا ما تطرح أشفع 70 نفر يعني، يعني هيته كل من إله يعني يريد يدخل الجنة وما أعرف شنو. وقد أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو وما عن أبي قتادة أن محمد قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، وروي عن من حديث جماعة من الصحابة. وقال أبو الدرداء قال محمد يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، ورواه أبو داود والحديث في فضل الشهيد كثيرة جدا. الآية خلصت. إذا عندك أحد متصل. والله يظهر أصدقائنا متكاسلين اليوم يا شباب، اتصلوا فينا. على كل عادي الأخ فهد، أظن فهد محمد عمول، اسمع نعمة الإسلام وتكفرون هي زناديق، لعنكم الله يا كفار. طبعا هو عم بمزح أكيد. على كل في الأخ، بس دقيقة واحدة أشوف اسمه، أخ محمد الأمر، فعم بسأل أصدقائه أنه هذا الإله ليش ما ببعث رسول جديد، يعني بما أنه هلا التماثيل كترانة ونحن عم نحاكي التماثيل، يعني إذا هو كان كتير همه أنه معشر قريش كانوا يعبدوا التماثيل، معشر المسلمين صاروا يعني يعبدوا التماثيل وصاروا يمارسوا الجنس مع التماثيل حالياً، ليش
ليش يا رب محمد ببقى يبعثه من جديد يا اخي؟ محمد خاتم الانبياء في النهايه، طالعه من قبره مشان يكسر التماثيل ويكسر ابو الهول ويكسر التماثيل، بالعكس تماثيل جنسيه اظن محمد راح يكيف عليها. شو رايك؟ شو تعقيبك؟ انت تدري داعش ايش سووا لما دخلوا الموصل؟ على اساس هم ضربوا كسروا التماثيل اللي موجوده، والحقيقه كانت غير كليا يعني. شو عملوا هم؟ جابوا تماثيل غير حقيقيه يعني، كسروها، بس التماثيل الاثريه الصحيحه راحوا باعوها طبعا. هذا الاسلام اللي اجى يقضي على التماثيل. جماعه داعش راحوا باعوا التماثيل لانه فيها مبالغ كبيره يعني. طيب خلينا ناخذ اتصال من حبيبنا جانو. الو وين؟ تفضل حبيبي جانو. مرحبا، اهلا وسهلا. عندك اليوتيوب على وطفيه شوي، بس صورتك منوره. ها جانو تسمعني؟ اظن الاخ جانو مو ما عم بسمعنا يعني، ف انا رح ارجع اتصل فيه. اخي جانو يا ريت رد علينا، رد علينا وخذ الغله. يظهر صار معه مشكله جانو. على كل في شخص كان عم بيسأل انه ليش ابو الحكم ما بجيب تفسير القرآن من مصادر شيعية كمان؟ الميوت عندك. ما جاء اجيب من مصادر الشيعية لانه احنا متفق، حتى من مصادر السنية ما جاء اجيب غير ابن كثير، لانه احنا نريد نروح على أصدقهم مثل ما يقول، هم يعتبرون ابن كثير هو الأصدق. يعني إذا أدخل على الشيعة نفس الشيء، يعني ما راح يفرق عن السنة بشيء. فهم عندهم، ذولا عندهم تخاريف وذولا عندهم تخاريف يعني. فمثل ما يقول السنة باعتبار السنة أكثر من الشيعة. ويعتبرون الأصدق هو ابن كثير. فأني جاي أجيب ابن كثير، وبعدين السنة ما راح يتابعون، يقول لك خلاص احنا الكلام كله فارغ، انتم كلامكم ما راح نسمعه اصلا لانه انتم تجيبون المصادر الشيعية. وهذا السبب يعني، احنا ما يفرق ويانا شيعة ولا سنة، كله نفس الشيء عندنا يعني. صوتك واضح. طيب خلينا ناخذ اتصال جانو. جانو تفضل حبيبي. جان لك ولابن الكثير حبيبنا واخونا الكبير. طبعا تطرق على كثير اشياء، كثير مواضيع، بس اللي بدي اعرفه انه ليش الله بينسى اشياء يعني بينسخها او يجيب ما بعرف شنو احسن منه، بس ما بينسى انه يطلق زوجة ابنه ومشان يتزوجوا وهو يعني. بدي افهم هالشيء، بينسى اشياء مشان ال 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 الجماعة الناس اللي عايشين هون، بس ما بينسى انه يسوي مثل ما بيقول عائشة، أرى أن ربك يستجيب لهواك يعني. فقط بدي أفهم هالموضوع، هو الله خطاب محمد ولا شو؟ والله كاتب عن محمد يعني، بقول له اكتب لي تارك الدنيا كلها يعني، بس بيشوف محمد شو بده شو ما بده. صحيح. هو يعني شغلة مكشوفة يعني. اليوم أنا راح أسأل أخوي أبو الحكم عليها، بس إنه مسألة النسخ يعني، أنا بدي أخذ رأيك جانو وبعدين أرجع أخذ رأي الأخ أبو الحكم. مسألة نسخ القرآن يعني، إنه الزلمة كان بمكة في آيات مكية بنعرفها وفي آيات مدنية، طبعا الآيات المدنية نسخت أغلب الآيات المكية حسب الظروف اللي كانت موجودة بالمدينة. طيب هذا
إذا كان القرآن مثلا ينسخ نفسه على حسب الظروف، ألا يحق للمسلمين؟ بس واحد، بس أكمل هالجملة هاي وأعطيك تعطيني رأيك. يعني هذا ما بيعطي الحق للمسلمين إنه ينسخوا آيات القرآن حسب الظروف الحالية ويشوفوا البديل لآيات القرآن لهالأيام هاي. يعني الكتير كتير مهم إنه من هداك يعني من زمن مكة لزمن المدينة فرق 10 سنين 20 سنة كلها على بعضها صار في نسخ، ما بالك فرق 1400 سنة. يعني يا ريت ينسخوا جيبونا أشياء جديدة، قرآن جديد يا أخي ونخلص. يعني أنا راح أقول لك شيء بالنسبة للناس والمنسوخ، يدل على شيء واحد، إنه هذا الديانة أو هذا الطريق أو هذا الأيديولوجية بين قوسين، أيديولوجية شخصية للإنسان، سايكوبات بيقول أي شيء. والمشكلة إنه عاش في زمن كل شيء مهيئ له، يعني ما كان في إذا بتقارن قبل 50 سنة بذاك العصر، قبل حتى 100 سنة كان في كتير دول، حتى الدول العربية كان في جامعات، بس ذاك الزمن ما كان مدرسة واحدة ما كان موجودة. يعني الثقافة العلم كان مش منتشر، كان مجتمع أسطوري، مجتمع أسطوري بمعنى الكلمة، يعني فقط بيسمعون أشياء وبيرددونها، ما كان في أدلة بيقول أشياء، فأي شيء بتنقال بيصدقوه، وخاصة إذا في مصلحة. يعني ليش 20 سنة قال لما كان في المكة قال إن الله هيك وإن أنا رسول الله، ليش ما آمن حدا فيه؟ ليش لما رفع السيف وانتهب وقتل مع سعالك صار عند يدخلون في دين الله أفواجا؟ وشو كمان يا بالنسبة لي، يعني الناس والمنسوخ، نرجع إلى يعني أنت ليش تريد تنسخ شيء؟ يعني الله ما بيعرف إنه بعد 50 سنة شو راح يصير؟ ليش حتى يعني بس فترة وجيزة بيغير كلامه؟ يعني مشان محمد بيسوي كل شيء، يعني كل شيء حلال إلى كل شيء مباح، إلى النكاح مباح، يعني كل شيء مباح. بس شوف غزوة أوطاس، يعني كان بيعرفوا هذا الامرأة متزوجة من ذاك الشخص واثنيناتهم عايشين، بيجيب آية بيجيب كلام، مش آية أنا بالنسبة لي كلام كتير سخيف مشان يشبع غرائز جماعته، بس مشان يسكتهم. بس حبيت انه اشارك معاكم، تحياتي لكم وبحبكم. شكرا كثير لك جانو، شكرا حبيبي جانو على الاتصال، شكرا. طيب خلونا ناخذ اتصال من الاخ سال. كمان الاخ سال، انا اسف يعني انتظرتنا، اتمنى ترد علينا اخي سال. اخي سال، سال تفضل. سال مساء الخير. سامعني حبيبي؟ سامعك صوتك رائع، تفضل. ثانك يو. والله تحياتي لك اولا، وتحياتي لبن كثير اللي كان مختفي علينا، مشتاقين لك حبيبي. بس حبيت اذكر جس مزحه يا ابن كثير، كلامك لم يثبت الا عقيدتي، واشهد امامك ان لا اله ولا الله
ولا قتل ابن آمنة رسول من عند الله. والحمد لله على نعمة الإسهال وشكرا لكم. لا 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 بدك تحمد الجلدة. الجلدة هذه طائفة انشقت عنه فلازم نحاربها ونقاتل. يعني بداية القصيدة كفر لسه امبارح طلعنا الدين هذا صار فيه انشقاقات كمان. صار بس يصير اسم دين راح يصير انشقاق خلصانين منها. انا انشق عن جلدة الحنفية واعلن محاربتي لجورج بول. بدك تساوي دين العزقة معناتها. بس ممكن يعني لا يقدم أدلة وشواهد وقرآن مبين كهذا سأنضم إليه. يعني هو يظهر جورج صاير نبي كسول يعني ما بهم الغناء ما بهم الغناء. نهايتين وبطل يعني ما فيش. لا لا هو 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 ما بهم الغناء مشان هيك يعني مو دنيوي تاركة للآخرة. هو حوريات ما في حوريات؟ لا لا في حوريات مائية. سمك سمك. سمك سمك. على سال في نقطة. ما استطيع اسمعها بالحكم بس انت راح تكون الموصل. ولا يهمك اذا في عندك اي تعقيب على اللي كنا عم نحكي. كلامه مضبوط صراحه يعني كله بالادله والبراهين وكتب اسلاميه يعني مش جايبها الرجل من 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 اليهود ولا المسيح ولا ابناء القرده والخنازير. هو هذا الاسلام الحقيقي اجرام اختصار عصابه قدست فيما بعد. يا ريت المسلمين يفهمون هذا الكلام ويخرجوا من هذه العصابه اللعينه اللي راح تكون سبب خراب هذا الكوكب الجميل للأسف. للأسف. شكرا أخي سال. شكرا كثير لك. تحيات وحب الجانو. جانو حبيبي I love you. Bye. Love you. طيب أخي أبو الحكم يا ريت أول شيء تشيل الميوت وتقول لي رأيك بنسخ القرآن. نسخ القرآن ألا يستوجب نسخ آياته لصالح الزمان؟ خلينا نقول تفضل. حبيت أسلم على كابجانو والأخسال وللأخسال مشتاقين. نريد من نكثف يعني المرحلة الجاية بحلقات يعني الكل نحاول إنه من طريقة إنه ننشر الوعي الإنساني بين المسلمين وحتى ينبذون هذا الدين الخرافي. أما بالنسبة لمسألة النسخ كاجانو هو قال إنه مسألة النسخ يعني واضح إنه شيء بشري تفكير بشري إنه يتصرف حسب الظروف اللي يمر بيها يعني المسلمين. وحتى الكلام اللي قال همين صحيح انه ليش ما جت آية تنسخ اللي انه راح يتزوج مثلا زينب بالجحش يعني مرت ابنه بالتبني. هو لا اي شيء يصرف له يسوي واي شيء يسوي خطورة على المنهج اللي ماشي فيه ممكن يسوي له نسخ. بس إذا الشيء المصلحته ما يسوي له نسخ. إذا ما يجي اعتراض أكو ناس يعني مسلمين يقولوا لي شوف الرسول كيف إنه إنسان صادق يلوم نفسه. هاي مسألة يلوم نفسه يعني أكو وايه مسلمين فيه كثير من المسلمين معتقدين إنه هو لأنه هو يلوم نفسه محمد في بعض الآيات هذا معناته إنه الدين صحيح هو ما غير كلامه. لا هو كان يقول كلام معين كانوا يعترضون عليه بعض الناس مثلا عبس وتولى أن جاءوا الأعمى. كلمة الآية هاي تقول عبس وتولى أن جاءوا الأعمى. مرة جاء واحد أعمى يريد يأخذ منه يعني يسأله شيء بالدين وشاف ناس آخرين أهم منه من يعني مثل أسياد القوم تركه وراح. فالمسلمين صاروا يلوموا على هذا الشيء. فالشيء سوي شلون يطلع من مأزق
قال يعني انه جاب آية صلح الموقف، يعني هو بس كان يريد يصلح الموقف، مسألة مو مسألة انه طلع نفسه غلطان، لا المسألة انه انه مثل ما يقول باعوا اني جاي اغير، يعني يريد يجيب له آية انه غيرت خلاص، يعني لا تزعلوا. هو كان يريد دائما يكون مسيطر على الموقف، واذا تجي اي مشكله معينه راح يجيب ايه ويخلص من المشكله. مثلا قصه شو اسمه قصه هاي لما اضطرب من ماريا القبطيه على فراش حفصه، حفصه شافته قال له بس لا تفتنين، انا بعد ما اضطرب من ماريا خلص. راحت فتنت، لما فتنت قال له يعني تريد مرضات ازواجك والله وحق وان تخشى، يعني خلص لما المصلحة زالت راح، قال لك خلص ما دام انكشفت خلص راح اجيب آية واحلل ماريا مرة ثانية، صار يجامع ماريا مرة ثانية. ومن هالأمثلة كثير، يعني آيات القتال، آيات شسمه الخمس مثلا، اكو واي آيات تدل على هذا المعنى. وإذا يقول لك بعد أنت قلت كلام إنه ليش المسلمين يعني ما يشيلون بعض الآيات لأنه ينسخوها لأنه الأوضاع تبدلت، لا ما يقدروا يسووا لأنه محمد جاب، يقول لك محمد هو جاب الآيات إحنا ما نقدر نغير به، لو هو كان موجود ممكن يغير به، إحنا ما نقدر نغير به، يعني هذا الكلام ما يقدر. وعرفوا بشرية، بس هاي الجملة عرفوا بشرية القرآن من خلال أنه دائما محمد يتكلم شيء هو الله ورسوله الله ورسوله، يعني كلام فارغ، يعني حتى لما يقول الخمس لله ورسوله يعني هم أنا يضحك بي على العقول، يعني شنو خمس لله ورسوله؟ الله منين يأخذ فلوس يعني؟ يعني صراحة يعني الآيات النسخ يعني تقطع العقيدة الإسلامية بالكامل، تقضي عليها، لأنه ما في إله يغير أقواله بين يوم وليلة. بعض مرات الآيات كانت تتغير بالساعات، اللحظات كانت تتغير. يعني صحيح صحيح، للأسف الشديد ما هو يعني لم يعد ينفع معه النسخ، الشيء الوحيد اللي ينفع معه الاستئصال والحرق والكب في المزبلة آيات القرآن. على كل معنى اتصال من الأخ سال، عفوا أخي دانيال حبيبنا دانيال، تفضل دانيال. مساء الخير صديقي جان، مفسرنا وكبيرنا أبي كثير سلام الله تعالى عليه. أهلا وسهلا دانيال، أهلا وسهلا حبيبي جان. هو الإرهاب بشكل عام بيجي فعل، يعني الإرهاب بشكل عام هو أي فعل بيوقع الخوف في نفوس الآخرين أو حتى فعل، هذا الإرهاب. فمضمون هذا الكتاب مثل ما ذكر مفسرنا وكبيرنا بكثير، مضمون هذا الكتاب من أول إلى آخره في إرهاب. إذا كان إرهاب للآخرين بآياته، بمعنى قتل الآخرين من آيات مثلا تتضمن أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم إلى آخرها، أي إرهابي، فإذا انسلخ الأشهر الحرام فقاتلوا المشركين أينما وجدتهم، هذا إرهاب مباشر أو يعني بيوقع الرعب بطرف الآخرين، وبنفس الوقت بحسك أنت على أنك تكون إرهابي. وفي إرهاب غير مباشر أيضا بالقرآن، ألا وهو الإرهاب أنه إخافة الآخر، أيضا هذا إرهاب. وقت اللي بتقول للواحد إذا ما سمعت كلام محمد فحتفوت على جهنم، هذا أيضا إرهاب، بس هذا إرهاب غير مباشر. فهذا الكتاب اللي عم تحكوا عنه حضرتكم من أول إلى آخره فعليا بيتضمن إرهاب، إذا كان إرهاب مباشر أو إرهاب غير مباشر. والمسلم جان صديقي بن كثير ما في يطلع من هذا النص، لأنه نص مثل ما بعده ذاكرة بن كثير، نص مقدس، قال محمد فخلص. بكل تأكيد بكل تأكيد. على كل إن أخي دانيال، أنت في عندك مناظرة يوم السبت، والأخ طه طبعا دكتور طه
أكد لي أنه سيسحقك سحقا بلا رحمة يعني في المناظرة، فشو رأيك يعني؟ نتمنى له التوفيق. هو عادة يعني يمكن يتم سحقنا من خلال الأسطورة، يعني ما دائما حملة الأساطير بيكون لهم وقع خاص، يعني بيكون لهم يعني ليك اسمع مثلا بما أنكم عم تحكوا عن آية الإرهاب مثلا، فإذا انسلخ الأشهر الحرام فقاتلوا المشركين أينما وجدتموهم وخذوهم واحضروهم واقعدوا لهم كل مرصاد، فانتهبوا والى بلا 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 بلا. بدناش ننزع المنبر بهذا الذكر هلا. فهذه الايه ارهابيه، وداعش اليوم بتعمل فيها، وين ما بتشوف مشرك بالليل او كافر بالليل بتقتله وبتطارده وبتعمل هدنه بالشهر الحرام اللي هو محرم مثلا. بيجي المسلمين الاخرين شو بيقولوا لك مثلا صديقي جان؟ بيقولوا لك لا هذه الايه بوقتها بس، يعني هي مش مستمره، بس بنفس الوقت بيقول لك القران صالح لكل زمان ومكان، ولازم نعمل بالايات يعني بكل زمان ومكان. فممكن ينتصر من خلال التهويل واللف بالدوران على الكلام، اما بالحقيقه والمنطق فسلفا انا بتنبأ له بفشل ذريع، وسلفا بتنبأ له بهزيمه نكرة. اما اذا بده يلف ويلعب بالكلام فكلنا شاطرين باللعب بالكلام، ما بنتعب. هو مشكله المؤمنين انه بلفوا بيدوروا هاي المشكله. بس يعني بس بالنهايه نحن وله ان شاء الله من المبارزين. طبعا انا بشكرك كثير حبيبنا دانيال. طبعا حبيبنا دانيال راح يكون معنا يوم السبت الساعه 10 بتوقيت لندن في مناظره ومبارزه مع الدكتور طه عبد الحميد، اخصائي توليد واخصائي نساء. اخصائي نفاس طلع هذا، لا حول ولا قوه الا بالله. خلينا نناظر اخصائيين نفاس وحيض. صحيح. بدي أسألك دانيال قبل ما نسكر، يعني نحن بلشنا بدأ راح يكون المناظرة راح تكون على برنامج الاتجاه المشاكس، فشو بتقولنا شو بتشجع الناس على الاتجاه المشاكس؟ بتقولنا بهالبرنامج بدنا تشجيع يعني بصراحة. هي صديقي جعل المناظرة ما بيبقى عنوانها انتصار فريق على فريق أو إبراز قوة فريق على فريق آخر، المناظرة هي عنوانها تقريب وجهات النظر وطرح الاختلافات بوجهات النظر لنقوم بفكر يعني يوصلنا لنتيجة بالنهاية. فمن الطبيعي المفروض على كل الأصدقاء القادرين على الظهور لو كانت قدراتهم ضعيفة فمن المفروض يدعموا هذه البرامج من خلال المشاركة، ولو أنا ذكرت سابقا حتى لو كانت المشاركة فقط صوتية مثلا. أنا عم شوف بعض المؤمنين عم بيخافوا يرجوا صورتهم، ما بعرف ليه، يعني عم يعملوا عم يطلعوا يحكوا مؤمنين مني يعني، بس ما بيحب يبرجي صورته. ليه؟ بيقول لك بخاف إذا أخطأت بعدين يلوموني أصدقائي المؤمنين. عنا نحن هذه القاعدة مش موجودة، الملحد إذا طلع ما تكلم وأخطأ معلوماته هالقد واكتفى الموضوع، ما في مين يحاسبه، ما في مين يمسه. لذلك هذه البرامج لازم تكون مفعلة أكثر، ولازم تكون يعني الأصدقاء خصوصا الملحدين واللادينيين يدعموها أكثر ويشاركوا فيها بسخم أكبر ليوصلوا أفكارهم بشكل معاكس، يعني يوصل الفكرة ونقيض الفكرة. لأنه على مر التاريخ صديقي جون كل فكر كان فيه مقابله فكر مواجه له، أو كل فكر كان فيه مقابله فكر معارض له. مثل ما عندك حكومة عندك معارضة، مثل ما عندك برلمان عندك ناس معارضين بقلب البرلمان، مثل ما عندك رئيس عندك رئيس معارض للبرلمان. هيدا بيبني ما بيهدم إذا كان الفكر بناء منه هدام. فمن الطبيعي المفروض على كل الأصدقاء يشاركوا بهذه البرامج ويدعموها أكثر لهذه البرامج. طيب أنا بشكرك كثير أخوي دانيال، ولقاءنا يوم السبت أكيد. شكرا لك. شكرا. طيب على كل، أنا أشجع أصدقائي الملحدين يعني بشان برنامج الاتجاه المشاكس، يعني ما في ضرورة أنه تطلع بصورتك، المهم إذا في عندك حدا يناظرك جيبه مسك بخوانيقه مثل ما بقولوا، جيبه وخلينا نشوف المناظرات ونشوف الوجهات النظر مثل ما بقول، مثل ما قال أخونا دانيال، يعني لازم يكون في معارضة في النقاش هذا حتى نصل، يعني يبين لما بيصير نقاش بين الجوهر الحديث، بين يعني بين مين عنده دلائل مين ما عنده دلائل، واذا المسلمين عندهم دلائل اهلا وسهلا، يعني ما في اي مشكله. على كل، ان نحن وصلنا لنهايه حلقتنا. ابو الحكم كلمه اخيره حبيبنا اذا بتحب تفضل تقول. تفضل. يعني حبيت اشكر دانيال انه اتصل
وعرض ما عنده وكلامه طبعا كله صحيح، وهذا الشيء اللي حكاه كله موجود بالاتجاه الإسلامي، انه يحاولون يثبتون انه هم الأصل، كلامهم كله صحيح باللف والدوران والألاعيب اللي يسووها اللي متعودين عليها، وعدهم التقية مثل ما يقولوا، عدهم الجسم الكذب مسموح لهم في حالات، وهذا حتى الحرب الفكري يسموه حرب، يعني يقدرون يكذبون مسموح لهم بالكذب. وبالمناظرة أنا متأكد راح يعني بدون ما أباوع انه اشوف يعني انه متاكد انه هو راح يفوز بالمناظره، ليه مو يفوز يعني راح يكون كلامه مقنع، مو يعني احنا بس بتوضح الشغله انه احنا مو لاننا اذكياء انه نغلبهم بالمناظره، ممكن يكون الذكاء يعني احد الاسباب، ولكن حجتهم ضعيفه، هي هاي اللي تخليهم مرمى للاهداف، يعني مثل ما يقول انه هو ما عنده فتشي يقدر يقنع به المقابل، يعني حتى لو يعني ابسط ملحد يقدر يناظر اكبر شيخ، مو لانه ذكي، لا لانه حجتهم هم ضعيفه وكلامه كله غير منطقي. ف شو اسمه، فلتبارك جلدة الحنفيه يا دانيال، ومثل ما يقول تغير افكار كل مناظره من عندنا، انا متاكد يغير افكار كثير من المسلمين من الاسلام الى اللاديني على الاقل، او ترك الاسلام. طبعا اليوم ما قدرنا، يعني ظروفك اعتقد شوي وقتك ضيق، ما قدرنا نكمل بقيه الايات، وايام موجوده يعني ما راح نركض، يعني أكيد الأيام قادمة مثل ما بقولوا أخي أبو الحكم، يعني وراح مثل ما بقولوا الآيات كثيرة وراح نتعمق فيها ونكررها حتى يفهموها الناس كلنا. أكيد أكيد. أنا بشكرك أخوي أبو الحكم، وحبيت أشكرك أمينة على يعني إنه قدرنا نوصل بعض الأفكار للمسلمين، وأتمنى لهم إنه ينظرون للدين بعقلانية ويحيدون العاطفة ويشيلون القدسية. أنا أتمنى أنه يحدون حذونا ويشاهدونا بالعقل الدين، أكيد راح يكتشفون أنهم كانوا على ضلال على ضلال مبين. أيوة على ضلال مبين. شكرا جزيلا. أكيد شكرا لك أبو الحكم، وشكرا لكم أصدقائي، انتظرونا بعد ساعتين إلا ربع من الآن مع الأخ رياض والأخت رانيا والأخت سارة، واحتمال تكون معنا الأخت شي، يعني في وضع المرأة المسلمة في العالم الإسلامي. شكرا لك أبو الحكم، وشكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء. شكرا عليك. باي باي.